اهلا وسهلا في حكايه جديده وحلقه جديده من حكايات رامي فاهم جدا من مؤسسه فاهم للدعم النفسي في برنامجكم هو هنا على قناه المحور. حلقتنا مميزه بنستناها من الشهر للشهر عشان معانا اكيد فيها زين الريس اخصائي دعم نفسي للاطفال. اهلا 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 بيك. بنستناها من الشهر للشهر. صدقوني انا بستناها اكتر. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ايه الاخبار؟ كويسين قوي. طيب بصوا بقى، انا سامعه انه قصص الشهر ده فيها حاجات مختلفه كده وليها علاقه بحياتكم اليومين دول وحقيقيه شويه، فعايزه بقى اعرف اتكلمتوا في ايه، فتقولوا لي كده شويه حاجات عشان اعرف ولا ايه. ها مين هيبدا؟ بس من غير ما حد يقول الحكايه بتتكلم عن ايه. سيبوني اخمن. يعني يقول لها كده حاجات من اللي حصلت في الحكايه عشان نشوف هي هتعرف تخمن الحاجات ولا لا. متفقين؟ واضح ان هم جاهزين. جاهزه انت كمان؟ جاهزه جدا. يلا بينا. وبما ان الكل جاهز ممكن نبدا من الناحيه دي. جاهز يا استاذ حسن؟ امسك المايك وقول لنا الحاجات، بس اوعى تقول لها اسم الحكايه. اتفضل. ان هو كان راح في حته، بس هو كان كل شويه يعمل كده. بس دي مش المره دي، احنا عايزين لما كان فاكره لما كان بيتكشر وعلى طول متضايق وعلى طول ما بيشوفش اي حاجه حلوه. ايوه ايوه شكرا ليك، ده كان لما طلع الرحله. احنا عايزين نفتكر حاجات من الحكايات الثلاثه اللي فاتت. مين اللي جاهز؟ مين 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 هنا جاهز؟ اسماعيل اتفضل امسك قول لنا. يلا قول ايه؟ قول لنا حاجه من الحكايات اللي انت سمعتها النهارده. من التانية؟ من التانية، الأولى، التالتة، زي ما أنت تحب. حاجة من الحاجات اللي حصلت. ها؟ من اللي حصل اللي هو كان رايح رحلة. مش دي؟ إيه؟ عجبك كده يا حسن عادتهم كلها؟ ولا أني حلقة؟ أمال أقول على أني الحلقة؟ إحنا كان عندنا كذا واحدة. تفكر؟ تلاتة، كان عندنا تلاتة. تفتكر وبعدين تجرب تقول؟ ماشي، ممكن تدي المايك لصديقنا؟ يلا قول لنا اسمك، هو هيفكر وهيقول. ادي له اسمعين. شكرا ليك. ها اتفضل قول حاجه كده عشان انتوا. هي دلوقتي الحلقات اللي فاتت هتخش في الحلقات بتاعت المره دي، هيعملوا طبق سلطه. اتفضل. ان هو كان كتبه اللي هو ما كانش بيخلص كتبه يعني واجباته في المدرسه، فبيجي بيبقى كسلان وكده. ما كانش بيخلص واجباته. ماشي. أوكي. مين كمان؟ اتفضل. إيه يا استاذ مالك اتفضل قول لنا حاجه من الحكايات. ان قال لمامته وباباه، هو اخوه قال لمامته، قال لمامتهم وباباهم هنخش الاوضه، وبعد ما مامتهم وباباهم دخلوا الاوضه كانت مكركبه. طب الكركبه دي كان ليها سبب ولا دخلوا كركبوا كده وخلاص؟ لا كان ليها سبب. ماشي. حد تاني عايز يقول لنا السبب؟ احسن زين. هتفتكر ان هم دخلوا يكركبوا بس؟ اتفضلي حالا هنسمع. كان شايف وحش كبير وكان كل شويه بيكبر. اها كان بيشوف وحش كبير وكل شويه الوحش بيكبر. شكرا. وحش كبير. كمان صديقتنا هنا جاهزه اتفضلي. لما رامي واخوه قالوا لبابا ومامته، قالوا ان احنا هنجهز الحاجات للمدرسه، وام سمعوا حاجات عماد الدب وحاجات عماد تتكسر، فدخلوا قالوا ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ هما قالوا لهم كنا عايزين حاجات المدرسه. هايل. حاجه بدات توضح. ماشي. اسماعيل هتقول لنا حاجه اخيرا؟ متاكد ولا هتقول لي برضو يعني ايه؟ اتفضل امسك المايك وقول. ماشي انا اسف. اتفضل يلا قول لي بقى حاجه. لما رامي كان مش قادر. قرب المايك بس عشان نسمع. لما رامي كان مش قادر يكمل مذاكرته، الوحش هو قاعد يكبر. قاعد يعمل ايه؟ يكبر. الوحش قاعد يكبر. لما ما كانش هو كان عادل بصراحه، رامي كان بيعمل الحاجات بتاعته. أوكي. ادي المايك لاستاذ حسن. اتفضل يا استاذ حسن. ان هو كان في واحد كل شويه وحش يفضل يكبر، والناس كانت لما بتقرب منه كانوا بيقعوا على الارض لغايه ما في ولد صغير جه زغزغه قام رجع. عمل له ايه؟ زغزغه. زغزغه. ايوه حل الزغزغه ده عملناه ونفع بصراحه. ماشي اتفضلي استاذه يسر. ممكن تديها المايك بعد اذنك؟ شكرا شكرا للمساعده. ايه الشطاره دي؟ اتفضلي.
لما كان بيزغزغه كان بيكبر؟ العكس، لما كان بيكبر. ايه ده؟ استني لخبطتيني، هو لما بيزغزغه بيكبر ولا العكس؟ العكس. ايوه الحمد لله، ثانية كلنا كلنا. ماشي، هتقولي لنا آخر حاجة؟ آخر حاجة، اتفضلي، خدي المايك بسرعة جدا ويلا بينا. فكرينا بحاجة من الحاجات اللي حصلت، شنزينة شكلها بدأت تعرف. شوية كده. كان في طفل صغير كان بيقرب من الوحش ويقعد يزغزغه، هو كل ما يزغزغه الناس هو بيضحك فالناس تضحك معاه تضحك، فهو كل ما يزغزغه يصغر يصغر لغايه ما يصغر قوي وما بقاش بيخوف. ماشي يا استاذه خديجه اتفضلي. كان عادل كان عنده واجب، فهو كان قال اللي هو هيعمل واجب، بس كل شويه يقول لا انا هكلم رامي، لا انا هاكل، لا كذا، ويعمل وقت طويل ويروح التمرين، ولما رجع بقى مش قادر ومعملش الواجب. وكل لما بقاش بيعمل الحاجات الوحش بقى بيحصل له ايه؟ بيكبر. هايل. اوكي، نسمع حاجه كمان ولا خلاص كده يا استاذه زينه جاهزه؟ حسنا انا عايز اسمع هنا، حسنا في حاجه هنا مهمه هتتقال. يلا يا استاذ مالك اتفضل قول لنا. ممكن استاذنك تديله؟ شكرا، انت بتساعدينا النهارده جدا. ممكن تسقفوا لها لو سمحتوا سقفه جامده جدا اصغر صديقات البرنامج. شكرا. هي شكلها مركزه في أيوة. الحلقات اللي فاتت بتاعه المساعده ومساعدانا جدا كده. يلا يا استاذ مالك اتفضل. نادر ما قلتش حاجه. كان بيتري، كان بيسخر من الرسومات بتاعته. ماشي، ده موضوع تاني اهو. اوكي، دي شفت، انا حسيت حاجه مهمه هتتقال. وكمان كدب. ماشي، حلو جدا، هايل، حلو الحماس. خلينا نسمع زينه شويه بقى عشان نشوف هتقول لنا ايه. ثواني يا استاذ اسماعيل، استنى بس. طيب اتفضلي كده. انا جمعت انه في وحش بنزغزغه، في واجب مش بيتعمل، في اوضه كركبت، في حاجات كتير قوي انتوا سمعتوها المره دي. انا مش عارفه انتوا لحقتوا اصلا تعملوا كل الحاجات دي امتى، بس من اللي انا فاهماه برده ونفس الحاجه في القصه وفي حياتكم، ان انتوا راجعين المدرسه صح؟ ايه باين متحمسين ولا زعلانين ولا خايفين ولا شايفه وشوش حزينه للغايه يعني؟ لا دي الشمس هي اللي مخليهم كده. لو سمحت يا استاذه زينه. مفيش شمس فعلا. لا خلاص بقى. اقول لكم حاجه، طول ما انا كنت صغيره قدكم كان بيحصل لي نفس الحاجه. اول ما يجي بقى شهر 9 ورجوع المدارس، وما لحقتش، والصيف راح فين، وما لحقتش العب ولا اروح البحر ولا اعمل حاجه. وبعدين الاجازه كانت اطول، ليه بقت 4 شهور بس؟ معلش يا اسفين، ليه بقى 7 شهور بس؟ احنا خليها 90 سنة. اتفضلي يا استاذة زينة كملي. شكرا يا استاذ مالك، شكرا. اتفضلي يا استاذة زينة. بس افتكروا برضو ان انتوا لما بترجعوا المدرسة ترجعوا تشوفوا اصحابكم كل يوم، نرجع نتعلم شوية، نبقى بنعمل حاجة مفيدة برضو. بس رجوع المدرسة برضو بقى كان في ايه؟ نقعد نشتري بقى المقلبة والشنطة والأقلام والألوان، ونقعد بقى ايه 6 سنين في المحل بنختار حاجتنا. ايوه، رامي واخوه عملوا ورق قليل كتبوا فيه الحاجات. كان قليل؟ كان قد ايه الورق اللي كتبوا فيه الحاجات؟ قد العالم. قد العالم بالظبط، يا دوب كانت قايمة صغيرة كده. يا دوب. طب انا هسألكوا سؤال، انتوا نزلتوا عملتوا الحاجات، جبتوا الحاجات بتاعت قبل المدرسه؟ ايوه. طب وكنتوا بتنزلوا تجيبوها السنين اللي فاتت؟ طب وبنستخدم كل حاجه بنجيبها؟ لا. كلها؟ لا، انا عندي برجل. صح. كم حد فيكم كان بيقعد يشتري حاجات ويجي في اخر السنه يلاقي انه لسه نسي اصلا نصهم في الدرج، عمره ما طلعهم؟ صح، مش دايما بنستخدم كل الحاجات. في الاول ايه، بنبقى بقى متحمسين وعايزين كل حاجه ونشتري كل حاجه، وبعدين في الاخر نحطهم في الدرج ويبوظوا. طيب انتوا عارفين ان احنا في لعبه حلوه قوي بنلعبها، ان احنا نفكر ممكن نعمل ايه بحاجه عاديه جدا. يعني ايه؟ شوفوا كده الكتب اللي قدامكم دي، كتب صح عاديه، ممكن نعمل بيها ايه؟ نقرا فيها. نقراها. ممكن نعمل ايه تاني بيها؟ ممكن اعد، في حد قال نقراها، في حد قال نتفرج، ادي كده حاجتين. ها ايه تاني تفتكروا؟ لو قديمه نقصها ونعمل بيها حاجات. اعادة استخدام كده 3. ممكن نعمل صور، نعمل بيها زينه. ايه تاني؟ نعمل بيها زينه 4. نعمل بيها ايه تاني؟ عايزه افكار كتير. ان احنا نقراهم ونشوفهم. ماشي. امسك المايك. ممكن
طب ممكن تمسك المايك يا حسن وتقول لنا فكرتك؟ يلا. او نديهم لناس محتاجه الحاجات دي. نديهم لناس محتاجاهم. ماشي اتفضل خد المايك منه وقول لنا على طول. ها ان يبقى في ناس محتاجهم تانيين يعني ناس تانيه. حد تاني محتاجهم او هيستخدمهم تاني لو احنا مش هنستخدمهم. هايل. اتفضل استاذ مالك. ماشي. طب لو انا حرانه وروني كده، امسكوا كده هو كده، انتوا مش حرانين ولا ايه؟ امسكوا الكتب. ها وروني وروني كده. حر حر حر. ذمتكم مش بيساعدوا؟ اه مش قوي. طيب لو الدنيا الكتاب بيوجع الصوابع. اه محتاج واحد اخف. خد اللي اخف اللي قدامك. مش الاخف، ما كلهم تقال. ممكن نبدا نلعب ونطبقها بطريقه بتبقى مروحه بيجيبها. صح. طب افرضوا الدنيا شمسه قوي فوقيه. عامل شمسيين. بالظبط. او لو الدنيا بتشتي بس الكتاب ما يبوش طبعا. بس طبعا هتحافظوا على الكتاب صح؟ يعني ده ممكن استخدام بس هنحافظ عليه ولا مش هتحافظوا عليه؟ هتحافظوا على الكتاب ولا مش هتحافظوا على الكتاب؟ لا هم محافظين عليه. ماشي شكرا جدا. يلا بينا نقعد بسرعه عشان عندنا كلام باقي مهم جدا. شفتوا بقى ازاي حاجه واحده ممكن نعمل بيها حاجات كتير قوي كده؟ انتوا عارفين ان كل الحاجات كده وانا صغيره مثلا كانوا عارفين لما بكره المنديل تخلص كنا نقعد ناخد بقى البكر ده ونبص فيه كده، نقعد نبص على الناس. في استخدامات كتيرة قوي ممكن نعملها بحاجات كتيرة قوي، ولو قعدنا نفكر فيها شوية هتلاقوا أصلاً إن هي بتسلينا قوي إن إحنا نقعد نعمل الحاجات دي. متحمسين قوي. أفكار كتير. صح. حلو جداً. ثانية واحدة بقى نسمع زينة زي ما هي سمعتكم لو سمحتوا. ثواني. وقف وقف قطر الأفكار بعد إذنك. ثانية واحدة. اتفضلي يا أستاذة زينة. طيب عايزين بقى نرجع للوحش الكبير قوي اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه ده. ساعات كتير عشان انتوا صغيرين مش بتبقوا ملاحظين انتوا وراكوا حاجات قد ايه، بس انتوا اصلا مشغولين جدا بين بقى مدارس وتمارين ومذاكره وهننام امتى وهنصحى امتى وهناكل امتى، فانتوا اصلا مشغولين جدا. ولما تكبروا هتفضلوا مشغولين جدا. بس عارفين بقى ايه اللي بيفرق حد عن التاني؟ في حاجه كده لو نظمناها بتفرق قوي. اسم ايه؟ حسن. خلي المايك معاك عشان صحابنا كمان يسمعوك. ايه اللي لو نظمناه ممكن يومنا يبقى كده اسهل؟ ان احنا نعمل كل حاجه اول اليوم. حلو. أوكي. اللي هو زي ما قال لنا هنا الوقت، او ان احنا نعمل حاجه في اول يوم على طول ما ناجلهاش. اتفضلي. بالوقت. احنا فعلا دايما بنتسابق مع الوقت. هاي. ممكن تديها المايك بعد اذنك؟ شكرا. نظبط نومنا. هو بصراحه تعالوا نقول كده انتوا في كام حاجه في اليوم عندكم محتاجه نظبط لها وقت؟ النوم. هنا قلنا النوم. ايه تاني؟ مذاكره، تمرين، نصحى بدري. ما هو زي النوم. مذاكرة تاني. اتفضل. اليوم كله. اليوم فيه حاجات كتيرة قوي. تفتكروا لو قعدنا كده ولو قعدنا كده لا انا هقعد في السرير شوية الصبح، لا انا لما ارجع هقعد اكل، هخرج اريح كده شوية اتفرج على التلفزيون، هنلاقي ايه اللي حصل؟ اليوم ايه؟ اختفى. جري. والحاجات عملت وحش كبير. ممكن نسمع بعض؟ شكرا جدا. طيب انا سمعت ان انتوا عشان تمشوا الوحش ده كنتوا بتعملوا حاجه كده. بتعملوا ايه كده؟ عشان ساعات كتيره قوي الحاجات بتبان مخيفه وكبيره قوي، بس في الحقيقه تبقى بسيطه. لو ايه؟ لو ما فضلناش ايه نسيبها تكبر 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 ورانا كده. لازم دايما لما نحس انه في حاجه كبيره ومؤثره علينا نسيبها وما نبصلهاش، ولا نبصلها عشان نعرف هنعمل فيها ايه. صح؟ بالظبط. اتفق معاكي جدا. عادل لما بدا يعمل الواجب عمله بسرعه ولا طلع صعب ووحش كبير؟ طلع صاحبه سهل وما خدش. كان وحش كبير بس بعد كده خلصه هوا. ساعات كتيره قوي احنا بنبقى خايفين من حاجات، بس اول ما بنبدا فيهم بنقول ايه ده؟ ما هي سهله اهي. ما انا عارف تعملها اهو. وده بيبقى في حاجات كتيرة قوي.
مذاكره بقى وتمرين وكل الحاجات التانيه. ساعات كتير قوي لما نبص على حاجه من بره تبان يا لهوي صعبه جدا، بس اول ما نجرب نحاول مره، ممكن اول مره ما نعرفش نعملها قوي، بس تاني مره نعرف اكتر، تالت مره، لحد ما في الاخر نبقى بنعملها بسهوله جدا، ونشوف بقى ايه الحاجه اللي بعدها وايه الحاجه اللي بعدها، وبكده نبقى بنعمل ايه، بنتعلم وبنكبر، وعرفنا ازاي ننظم وقتنا. فعلى ما تيجوا بقى تخلصوا مدرسه وتبقوا ناس كبيره وبتشتغل، تبقوا انتوا ايه، خلاص عرفتوا تعملوا الموضوع ده كويس جدا، خلاص من زمان. حلو جدا. فاحنا كده عرفنا هنساعد ازاي مع رجوع المدارس، وايه الادوار وايه الحاجات اللي هنقعد نتفق ونعملها، وعرفنا ان احنا جوه المدرسه مش هنقعد بقى نتريق على بعض ونتريق على افكار بعض، وان كل حد من حقه ان يقول فكرته ويقول رايه. وفي الاخر اخر حاجه ان احنا هننظم ايه الايه مش سامع هننظم ايه هايل. برافو عليك. حابه تقول لنا حاجه تانية يا استاذه زينه؟ حابه بس اقول لكم انه الوحش ده مش بس لازم يبقى من الوقت، كل واحد فينا عندنا وحش بيبان بطريقه. في ناس بيبقى عندها وحش علشان في ناس بترخم عليها في المدرسه، في ناس الوحش بتاعها بيجي من انه بيخافوا شويه من حاجه، بيخافوا يقولوا لماما وبابا حاجه، يعني كل وحش بيبقى عند كل شخص مختلف شويه، بس طريقه التعامل معاه هي هي. دايما لما في حاجه تبقى مخوفاكم اعرفوا انه دايما 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 احسن حاجه ان احنا نواجهها، وتثقوا دايما انه في ناس جنبكم ومعاكم هيساعدوكوا تعملوا كده، حتى لو انتوا حاسين ان انتوا لوحدكم، محدش فيكم لوحده بجد. هايل. شكرا جدا يا زينة، يعني بجد انا نفسي بستمتع، وناس واصحابي واللي بيتفرجوا علينا، شكرا شكرا جدا. شكرا ليك. شكرا جدا ليكوا. شكرا جدا يا زينة انك خليتينا نسمع، فلما سمعنا اتكلمنا، فلما اتكلمنا فهمنا. زي صاحبنا مين؟ زي صاحبنا مين؟ هايل. ممكن تسقفوا نفسيكوا سقفة جامدة جدا. جاهزين نقول زي كل مرة؟ اتفضلوا. هايل. ونقول لكل اصحابنا استنونا وحكايات جديدة ومواقف جديدة مع رامي، ونبعت لهم ونقول لهم